مولاي يا شهرباز، أما آن الأوان يا مولاي أن أقوم ولو ون أور وأروح يا ملك الزمان وأخذ شاور. هل جننت يا شهرباب؟ هل جف نبع الكلام والحكايات يا مسرور؟ أرجوك يا مولاي، أتوسل إليك يا مولاي. كيم أوفر، انتهى الكلام يا مسرور. سنن سيوفك ورحب اليوم برقاب ضيوفك. بمين؟ برقاب ضيوفك. يا عم اقف بقى انت بقى، سن سيوفك كل يوم تبعتني ولمع في السيف ولا بتعمل حاجه. هاو يو سي ذات؟ ازاي عبد اسود زيك بيتطاول عليا؟ ايوه يا مولاي، ما بطولش بس بقول لك الصراحه، يعني على الاقل حال القرشين اللي انا باخدهم منك ولا عايزني ابقى منافق زي الباقيين؟ انا خايف بصراحه ما يعني تقل في نظرها وما تستعنكش. مسرور مسرور، انت شايف كده؟ شور حبيبك ابن سوق، وانت فاهم النسوان بتحب الشديه، شد شويه. حاضر. عايز اطلب منك طلب بقى بصراحه. اتفضل. ابوس ايدك نام، انت مرمطت كل اللي شغالين في القصر معاك. اهو ده اللي مش ممكن ابدا ابدا ابدا. ليه ان شاء الله؟ ولازم حدوته قبل النوم. تعالى بس يا مولاي، ده الواد ميدو ابن اختي في نص الرضعه بيشخر في حضن امه. اسمع كلامي. أنا عايز أكلمك كلمتين من القلب للقلب. خدامك يا مولاي، أؤمر. أنت مالك شكلك مهموم ليه كده؟ فارفش فارفش، معاك سجاير؟ ولع ولع يا مولاي. خير؟ أنا شايفك مش مبسوط من الصبح، وقلت إن أنت هتقعد وتحكي لي. خير يا حبيبي؟ أؤمر. أنت عارف أنا بحبك قد إيه؟ عشان كده هقول لك على سر. والسر ده مفيش حد في الكون يعرفه. لأنه هيندفن معايا والتاريخ مش هيذكره. ربنا يديك طول العمر، توغشتني. خير يا مولاي، سرك كبير. أنا مش سهران كل ليلة عشان أسمع حواديت شهربات. لا لا أبدا، دي كلها مجرد حركات حركات. عندك حق يا مولاي، أنا ساعات بصراحة كده بلمع أوكر بسمع الحواديت، حاجة نفخ التنين بصراحة. برافو عليك، زي ما قلت نفخ التنين. أمال معذبنا معاك ليه يا مولاي؟ مولاي بيتحكي له حدوته كله انتباه وفاكهه ومصاريف، ليه ده كله؟ لا تظلمني لا تظلمني يا مسرور، فانا مريض ومرضي غير عادي. ستر يا رب، ربنا يشفيك. خير يا مولاي، قلقتني بجد. انا عندي تبول لا ارادي. ستر يا رب، لازم تقولها باللغه العربيه، ما تقول بعملها على روحي يا مولاي. عادي، حقك، ودي مشكله. افرش مش هم عاوز سرير سريرك، ما حدش هيحس بحاجة. صدقني مفيش طريق للحفاضات إلا وسلكته. طب بقول لك يا مولاي، في حد من الهاوس كيبنج في القصر شم خبر بالموضوع ده عشان يبقى شكلك وحش قوي. اتنين عرفتوه. شموا ايوه حسن ومحمود. خلصت عليهم بإيدي لأنهم لسنوا عليا بالكلام وقالوا أشياء فظيعة. بعدين يا ويل اللي شم وما يكتمش. لا ده لازم يكتم، ده كفايه الوش ده في النور ده الرعب ده لازم يكتم. يا مولاي مش محتاج اقول لك ان انا بتاعك، سرك في بير. انا اللي حاسس في نفسي يا مسرور انه البنت شهربات زي ما تكون يعني مستصغراني. مستصغرك ايه وماسكه عليك زل؟ شكلها ماسكه عليك زل، انا بقرا في عينيك كل حاجه. سيبك منها تتقتل في السرير، انا عايزك انت تتبسط وانسى الموضوع ده. حق انت بتعمل كم مره على روحك من غير ما تقصد؟ يعني 10 15 كتير قوي. ايه ده خزان ميه يا مولاي؟ طب ليه؟ كتير كتير. حللت سكر؟ حللت. بقول لك ايه؟ مفيش حاجه. دي نصيبه. لا انا معاك ما تقلقش، انا هاجي كل شويه بالليل اصحيك تقوم تظبط نفسك وتنام عادي ولا كان في حاجه. من غير حفاضات؟ ولا حفاضات ولا الكلام الفاضي ده عيب. تعالى بس نبدا من دلوقتي، تعالوا الحمام، خش كده اول مره وهتبقى زي الفل. ما تقلقش يا رب. هات علبه السجاير اللي معاك ونبدا. هات علبه السجاير. والولاعة. وانا كان نفسي في فاروزه زي دي يعني. لو اهو حديها لك. انا مش بقول كده عشان اللي انا سمعته ولا تكون بشتغلك ولا بستغلك، ده انا خدامك. يلا، عايز حاجه مني؟ لا سلامتك. اروح انا اظبط القصر اشوف لو اكون حد بيرغي ولا حاجه. بسرعه يا مسرور. امرك يا سيدي. أمر.
بص بقى يا مولاتي من الاخر كده، اقسم بالله لو عايرت مولاي باللي انت فاهماه لخلي الجزارين تلم لحمك. وانا اشتكيت، ما انا سهرانه. اه يانا. ايه ده ايه ده، انت بتعيط يا مولانا؟ يا نهار ازرق، لما الملك يبكي الرعيه تعمل ايه؟ امال ايه شهرباز عمل؟ شهرباز سوى وقصص واساطير. لا ابوس ايدك، انا عبد صحيح بس قلبي ضعيف، والنبي ما تعيط بقى. يلا احكي له حدوته، هو انا قاعد معاك اهو. جرى ايه مسرور؟ ما انت شايفني قاعده بسقط قدامك اهو. يا بنتي مش عايزه ينام، ده لو نام هيضيع هيبه الدوله. خلاص يلا. ماي دارلينج شهرباب، زوجتي حبيبتي عشيقتي فلذة كبدي، ما وحشتكيشي. انت مكسوفة يا روح قلبي يا شرشورة يا أمورة، بالله عليك تقوليلي ما وحشتكيشي. في يا مولانا؟ في ذكر قاعد معاك، وإيه الجو ده؟ مش لذيذة يعني، وفي طووس، في 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 دوش حواليك. واحدة واحدة. عيب. جرى ايه يا مسرور؟ وأنا قلت حاجة وحشة؟ أنا بسألها سؤال بريء. ما وحشتكيشي. ما وحشتكيشي؟ هو في ملك يقول ما وحشتكيشي؟ انت ملك من محرم بيه يا عم؟ يا عم احنا كلنا عبيد عندك، تحس بذاتك وبنفسك بقى يا مولانا. احكي يا بنتي. كان يا مكان يا روح في سالف العصر والاوان، طبعا كان في انسان غير اي انسان، كان اسمه ايه؟ الشاطر مسرور. انت سرحت ليه؟ اوعى تكون في حاجه بتحصل. لا 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 بفكر. افكر براحتك، بس اوعى انت فاهمني. ها يلا كمل يا حلو. ولان كان بيطير، كان بيساعد الفقير، كان بيجيب لقرايبه العيش. بقول لك يا مولانا، ما تنزل تجرب الحصانين اللي جبناهم لك جداد؟ في حصانين كده. حصانين ايه وخيل ايه؟ انسى جربهم، اسمع كلامي. يا راجل اسمع كلامي، الحصانين هيعجبوك. مسرور. طب ماشي. طب بقول لك ايه؟ ممكن تزود السبيرتو بتاع النار؟ بس زودوا السبيرتو يا جماعه، انت هتدخل علينا ناس واحنا في الخلوه دي. سيدي بس ايه ده، الراجل قاعد بتجننتي ولا ايه؟ يعني اي حركه عشان الموضوع. لو سرحت كتير مع الدفا يبقى انت فاهم ممكن يحصل ايه. اسمع الكلام. انما حلمس يداها واشمشم خديها. ولا تشمشم خديها ولا تمسك ايديها، مش عايزين كلام فاضي وقله ادب. لو تكرمت، انا برضو راجل وبفهم في الاصول. اتفضلي خلصينا خلصينا، احكي له الحدوته. الدوله مش ناقصه فضايح. اتفضلي. كان يا مكان في سالف العصر والاوان، كان في انسان غير اي انسان، كان اسمه الشاطر سوبرمان. واحد اجهد اجهد. اه قوي. بس احنا ما تعرفناش، اسمك جميل ايه؟ شاديه. اهلا وسهلا شاديه. اهلا وسهلا. مبسوطه شاديه؟ مبسوطه قوي. تمام 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 تمام. بقولك يا شاديه، يعني بصراحه كده انا وانا طاير كده لقيتك قفشه في سقف العماره، كنت بتعملي ايه؟ ما عملش حاجه. يعني كنت عايزه تنتحري ولا سوري يعني حراميه غسيل ولا ايه النظام؟ ان انا ما بعمل حاجه. يعني عادي ان انت تبقي مش علقه على سقف عماره كده؟ انا مالي، انا مش عايز احراج، انا قلت يعني ندردش مع بعض. بعملش حاجه. بعملش ما فيهاش حاجه. ما فيهاش حاجه. بس انبسطتي في الرحله؟ بجد كانت حلوه قوي. انت بتحبي سوبرمان اصلا؟ ده انا بموت فيك. ربنا يخليك. الحمد لله. يعني بص، حب الناس ده نعمه من ربنا. ده كل اصحابي بيموتوا فيك. سلمي لي عليهم واحده واحده. صاحبتي كلهم نفسهم يطيروا. ان شاء الله ان شاء الله اجي في يوم كده في شم النسيم ولا حاجه، اخدكم واطير بيكم كلكم، هيبقى يوم جميل بامر الله. اهلا وسهلا يا شادي. اهلا وسهلا. بقول لك ايه، معاك سيجاره؟ سيجارة ايه يا بنتي؟ المجهود الفظيع اللي انا بعمله ده، انت عايزاني اشحر؟ سيجارة ايه؟ طيب ما تشغل لنا حاجة نسمعها كده. هو انت راكبة ميني باص؟ في ايه يا شادية؟ المفروض تقدري اللحظة التاريخية اللي انت فيها، مفيش ولا واحدة في العالم ركبت على ظهر السوبر قبل كده، لازم تحس بأهمية الموقف. بقول لك ايه، انت لوكلوك لوكلوك كده على الفاضي، زهقتني يا أخي. أنا اللي زهقتك برضه؟ وإيه لوكلوك واللغة دي؟ انت خريجة ايه؟ دبلوم والنبي. اه حلو 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 حلو. لا بس انا قلت يعني ايه، نريح شويه ونتعرف على بعض، وبعد كده ان شاء الله الوجوه تتقابل باذن الله باذن الله. طب احكي لي بقى، ايه سوبرمان وطاير هنا ومن بلد لبلد وفي السماء، مش بتحب؟ مش متجوز؟ ما عندكش صاحبتك؟
انا عايز اقولك ان انا محروم من كل الحاجات اللي الشباب اللي في سني بيعيشوها. معقولة؟ حب طبعا طبعا. انا حكايتي غريبة قوي قوي قوي. احكيلي. انا شاب يا ست عادي، ابويا الله يرحمه مات وساب لي 4 بنات في رقبتي، اخواتي، وكنت في تالتة اعدادي. اضطريت اخرج من المدرسة واشيل المسؤولية. الحمد لله جوزت 3، وفاضل شيماء قد كده عندها 12 سنة ان شاء الله قريب باذن الله. يا عيني. اه لازم اجري على اخواتي، امال اسيبهم يتنقلوا في الشوارع بس. فعملوني بقى سوبرمان. لا صح. سوبرمان الناس، سوبرمان راح سوبرمان جه، وكل الناس دي يعني كل ده اوانطة. انا عايز اقول لك ان انا مش حقيقي، انا باختصار حياتي عبارة عن جرافيك في جرافيك. كل ده بيجيبوني في الاستوديو اقعد على الخشب، شغل المروحة عشان اعمل هوا كده، انت كده طاير اعمل كده، انت كده طاير على ظهرك اعمل كده، وبترزق الحمد لله ماشي. لكن انا مش حقيقي يعني، انا اسف ان انا بصدمك فهماني. الاطفال الصغيرين صعبانين عليا، بس الموضوع كله جرافيك يعني. شايف المناظر اللي ورانا دي كلها، كل ده مش حقيقي، مفيش حاجه حقيقي طبعا طبعا، ولا انا ببص على حاجه ولا الكلام ده، بس اهو الحمد لله ماشيه ماشيه. لا صعبت عليا بجد. ربنا يخليك. لا الحمد لله يعني انا راضي. بعدين بيني وبينك زي ما بتقولي احب ارتبط بمين يعني، ارتبط بمين؟ انا راجل طول النهار طاير في حته، عرفت واحده قبل كده شهرين فجأة طرت نسيت الولادة دي كانت فين عشان ارجع لها. مدهوش سواح، اعمل ايه؟ نصيبي كده. طب ما تاخدني يعني. همرمطك معايا، انا مش ما بثبتش في بلد ثانيه واحده شاديه صدقيني. انا راضيه يا ستي والله، انت بنت زي الفل وزي القمر واي حد يتمناكي، بس انا مش موجود يعني، يعني مش هتشوفيني، مش هتشوفي جوزك فاهمه. هستنيك لغايه اما تيجي تلفلف بيا لفلوفه كده وترجعني. انت زهقتيني قوي، باين عليكي تافهه. لفلوفه ايه؟ بقول لك انا مش ثابت في حته، ما تخنقنيش بقى شاديه. وديني وحياه ربنا اسمع ليا. اسمع ليا. عند خالتي. اوديك عند خالتك وانا تاكسي ابيض؟ انت مجنونه في ايه؟ اغيظها شويه بس، خالتي دي مجننانة. مجننة تبان عليك انت اللي مش مظبوطة. بص يا شادية، عزمك على حاجة كده بسيطة يعني عشان تبقى ذكرى مني. شكلك جعانة. بقول لك ايه، عشان انا عندي كذا مشوار، ايه رايك بقى ننزل للناس اللي تحت؟ الولية اللي عمالة تحكي حواديت للراجل اللي هينام ده، ولو نام هيخرب الدنيا وانا عارف. تعالي بقى ننزل. لا انا مش هسيبك، انا عايزة الف. لا انا ما بحبش الخنقة وعايز الف. ايه وانا عجلة ايه يا شادية؟ في ايه؟ ما خلصنا خلاص، فسحتك وحكيت لك حكايتي، لازم انزل بقى. خدني انا كويسه شادي، انا بتخني ما تزهقنيش، هاخدك اطير بيك وارميك على اي جبل. انزلي بكرامتك بقى. يلا مره ثانيه، معناها ناخد تليفونات بعض، اي حاجه سوبر هتليني عندك الففك شويه. طب اسمع لي 5 دقائق كده. ايه موضوع اسمع لي ده يا بنت؟ وانا بجو. يلا جاهزه؟ يلا على تحت. 1 2 3 مسرور. بلغني أيها الملك الطيور إن المطلوب تلخص في الملخص عشان ورايا ميتنج آخرنا يومين يا دوب. يومين يا مسرور. مسرور معايا يا مسرور. مسرور مسرور يا اخي غور، انا بيتك وتثبتك بتخلفتك وتثبتك والقلب قد والشهر زاد اصبح شهور وفضحتك المهببه هتعيش ظهور وظهور وظهور. مسرور مسرور يا اخي غور يا اخي غور.